طيب شيخ معتز، سمعنا؟ يلا، سلام عليكم. وعليكم، مرحب السلام بك يا ورحمة شيخ، الله وبركاته. مرحب بك. أهلا وسهلا. نعم، تفضل مولانا شيخنا. طيب يا مرحبا الله. بالشيخ. يا شيخ، نحن نريد نفهم الآن عقيدتكم حقيقة. اللي يصعدون الآن أغلبهم ناس عوام، والعامي يسمع كلمة منا وكلمة منك، والمعممين من كثر ما يقرؤون في المجالس الحسينية مدوخين الناس، ما مطينهم حل. الآن نسألك أنت باعتبار معمم، متى كفرت السيدة عائشة؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أم بعد حياة النبي؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ. بقتلها لرسول الله صلى الله عليه وآله. إيش قال؟ بيقول بقتلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن في حياة النبي، لأنها دبرت وخططت كما أنتم تقولون في حياة النبي، والذي يدبر لقتل النبي طبعا على زعم الشيعة فهو نعم، كافر، صح؟ نحن نقول بقتلها لرسول الله، إذن هي عندما قتلته نعم، خلاص خلاص، القتل. خلاص، أنا معك. ممتاز. مع الذي طبعا في الدين الإسلامي الذي يقتل مسلم بدون ذنب، هذا حكمه القصاص، صح؟ أحسنت. أحسنت. والذي يقتل رسول الله إيش حكمه؟ أيضا القصاص. تمام. لماذا علي أسقط القصاص وخالف الشرع؟ تفضل. سلوا أبا بكر وعمر وعثمان بالأول، لأنه الخلافة في بادئ الأمر كانت لأبو بكر وعمر ثم لا لا لا، عثمان ما ثم اتكلم علي. على لا 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 لا. شوف 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 شوف، انا سؤالي واضح وانت رجال معمم، المفروض تلقفه وهي طايره، لذلك ما شرحنا باعتبار معمم. لماذا علي عندما مسكها في هذه في واقعه الجمل، اكرمها وارددها الى مأمنها، ليش ما اقام الحد اللي حضرتك انت تريد تقيمه على السيده عائشه؟ تفضل. أنا أسأل بكتبك، شنو حكم المرأة إذا عوف ارتدت أو كتبي كتبي كفرت؟ عوف شنو كتبي حكمها؟ عوف كتبي، انا ما ثابت يا في شيخ اي شيء. معتز، يا شيخ معتز، يا شيخ معتز، يعني إحنا ما نريد أن نوضح لك الواضحات، نحن ما قلنا. لحظة، أنت تسألنا الآن عن عقيدتنا، ونحن ما قلنا بما تقول أنت أنها كفرت وقتلت النبي، وهذا الكلام الذي عزيز قوله كفر، هذا قولك أنت، فأجب عن قولك أنت. علي بن أبي طالب، لحظة لو سمحت، علي بن أبي طالب في، يا أستاذ يا أستاذ يا شيخ معتز يا شيخ معتز، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة لماذا لم يقم حد الله فيها كما أمر الله في القرآن؟ تفضل جاوب. عندنا وعندكم الثابت ان النساء اذا خرجن او ارتدن او كفرن لا يقتل، اما ان يحجر عليهن ويرجع الامر الى ولي الامر، وهذا عندكم وعندنا ثابت. يعني من يقتل النبي، إذا امرأة قتلت النبي نعم عندكم لا تقتل. نعم وعندكم ايضا. الله طيب المستعان. طيب، مو مشكلة مو مشكلة. يعني الآن أنت تريد أن تقول بأن علي أسقط حد من حدود الله عز وجل. أولا أنت تريد أن توقع علي بن أبي طالب في شبهة هو تعطيل حكم، نحن لا، نقول إن مو مسألة الحكم شبهة، مو مسألة شبهة. الآن اسمعني، الآن علي أسقط حدا من حدود الله عز عزيز وجل، صح؟ عزيز دعني أكمل، لا تقاطع، ما قاطعتك، دعني أكمل. الأمر الأول، جاء الحكم في التشريع القرآني إنه القاتل يجب عليه القصاص، وهذا موجود عندنا وعندكم ثابت من القرآن الكريم. أما قضية هذا الحكم حكم بالإطلاق عندنا وعندكم، إن النساء خرجن من هذا الحكم، والنسخ جاء فيه بأنه النساء إذا قتلن أو كفرن أو ارتدن أو خرجن لا يقتلن، أما أن يحجر عليهن أو يرجع الأمر إلى ولي الأمر في هذا الشأن. فلا تمام تضع علي بن أبي تمام طالب في خلاص شبهة. خلاص، علي بن أبي انا طالب معك انا معك انا معك خلينا معك خلينا معك. الان علي ايش اختار؟ هل اختار الحجر ولا اختار انه يطلقها وكأن لم يكن شيء، صح؟ اختار الحجر، اي حجر؟ اختار الحجر، كيف الحجر؟ شنو اختار الحجر؟ الحجر، فهم. أرجعها بأربعين امرأة إلى المدينة في بيتها ولا تخرج. أرجعها إلى المدينة. طيب ممكن تعطينا الحديث هذا؟ نعم، أي. افتح موبايلك او افتح اللابتوب سيدي. تريد الرواية اللي ارجع بها علي بن ابي طالب عائشة؟ اي اللي تعامل مع السيدة عائشة فيها في معركة الجمل.
نعم اكتب ارجاع علي بن ابي طالب الى عائشه بعد حرب الجمل من كتب الشيعة. لا شنو ارجع انت تقرا لنا شو اسمه قل لي نحن طلع معك. طيب لا هو شيخ منبر يعني يبحث هو يعني عنده احد يبحث معه. الى عائشه بعد حرب الجمل من كتب الشيعة. طيب بس ممكن اقرا بسرعه كده شيء من وسائل الشيعة ولا مش ممكن؟ المعصوم يقول عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به. عندنا وعندكم الثابت إن النساء إذا خرجن أو ارتدن أو كفرن لا يقتل، أما أن يحجر عليهن ويرجع الأمر إلى ولي الأمر، وهذا عندكم وعندنا ثابت. يعني من يقتل النبي إذا امرأة قتلت النبي نعم. عندكم لا تقتل. نعم. إنه النساء إذا قتلنا وكفرنا وارتدنا وخرجنا لا يقتلنا، أما يحجر عليهن أو يرجع الأمر إلى ولي الأمر في هذا أظن الكلام في غاية الوضوح. لكن الرجل لا يقتل بالمرأة عند الشيعة، لكن المرأة تقتل النبي ولا تقتل هذه جديدة. عموما الشيعي بيتكلم كما يشاء، لا يرتبط لا بكلام علماء ولا شيء. عموما ها أتيت بالرواية يا شيخ؟ الرواية في كتاب موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ، مؤلف محمد الريشهري، جزء الخامس، صفحة 264. قال في الأخبار في ذكر أحداث ما بعد الجمل، قال علي بن أبي طالب لمحمد بن أبي بكر سر مع أختك حتى توصلها إلى المدينة وعجل اللحوق بي بالكوفة، فقال اعفني عن ذلك يا أمير المؤمنين، فقال علي لا أعفيك منه وما لك بد، فسار بها حتى أوردها المدينة. قال لما عزم أمير المؤمنين على المسير إلى الكوفة أنفذ إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى المدينة، فتهيأت لذلك وأنفذ معها 40 امرأة، ألبسهن العمائم والقلانس وقلدهن السيوف وأمرهن أن يحفظنها ويكن عن يمينها وشمالها ومن ورائها، فجعلت عائشة تقول في الطريق اللهم افعل بعلي بن أبي طالب بما فعل بي، بعث مع الرجال ولم يحفظ بي حرمة رسول الله، فلما قدمنا المدينة معها ألقينا العمائم والسيوف ودخلنا معها، فلما رأتهن ندمت على ما فر بذم أمير المؤمنين وسبه، وقالت جزى الله ابن أبي طالب خيرا، فلقد حفظ في حرمة رسول الله. وين الحجر؟ يلا يا جا الحجر وين؟ شنو؟ الحجر وين؟ امرأة أين الحجر؟ ذهبت معززة مكرمة بحماية إلى أوصلوها لبيتها، الحجر وين أستاذي؟ الاعتقال وين؟ أولاً عند عزيزي جعفر انتظر اهدى هي مو سباق بالكلام. وش عرفها ابو النتيجة ان السيدة عائشة تثني على علي؟ الحجر وين استاذي؟ يا تثني عائشة بالبداية سبت علي ابن ابي طالب. يا شيخ منبر لحظة يا شيخ منبر معلش لو سمحت يا شيخ معتز لو سمحت، انت الان قلت بان الحكم الذي طبقه علي على ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انه حجر عليها، قلنا لك اين الرواية؟ قرأت رواية فيها ان علي بن ابي طالب ردها الى مأمنها معززة مكرمة في نسوة ألبسهن من اللباس من التكريم الواضح لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كحاشية الملوك، فأين الآن الحجر الذي زعمت من الرواية؟ تفضل. أولا لا تفسر على ما تريد، أو ألبسهن وأرجعها علي عائشة رجعت ذليلة بأمر علي بن أبي طالب. أين الحجر؟ أين الحجر؟ هذا السؤال. دعني أكمل. طيب أين الحجر؟ تفضل. لا تقاطع. أنتك الوقت لا تقاطع أبدا. ابدأ. لا ما هو أنا لا أقاطع يا شيخ معتز، أنا لن أقاطعك، لكن كلامك فيه إيذاء لنا في أمنا رضي الله تعالى عنها عندما تقول رجعت ذليلة
مع أنك قرأت الرواية أنها رجعت عزيزة مكرمة من علي، فكلامك بعيد عن الرواية. فالآن نحن نلزمك، نحن نلزمك الآن بما قلت وزعمت على الرواية الشيعية، ونقول لك أين الحجر؟ تفضل جاوب. نعم، أولا لم ترجع لا مكرمة ولا ولا ولا، لأنه لا تفسر كلام أمير المؤمنين أنت على شأنك. أين الحجر؟ لو كانت أين الحجر؟ أكمل، دعني أكمل، لا تقاطع، لا تقاطع، دعني أكمل ثم أبدأ بالحجر. الأمر الأول، أخوها أبو بكر تبرأ منها ولم يقبل أن يرجع. أين الحجر؟ هذه الحيدة، أين الحجر؟ نعم نعم، عندما أرجعها بأربعين امرأة حجر عليها في دارها، وهذا فهم الرواية. اقرأ شرح العلامة المجلسي في البحار لهذه الرواية. أين الحجر من الرواية لو سمحت؟ أعطينا الشاهد من الرواية، أعطينا الشاهد من الرواية لو سمحت، وإلا فأنت تكذب على الرواية. كلام المجلسي حجة، كلام المجلسي حجة. أين 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 الحجر في الرواية يا رجل؟ أعطينا الحجر في الرواية. أولا أنا مو موكل أنه طالب عندك أوضح لك من الرواية، هذا كلام علماء. لا لا لا، أعطيني الشاهد فقط، لا توضح، أعطيني الشاهد فقط. كلام علمائي. أين الحجر في الرواية يا أستاذ؟ أنت تقول أنا غير ملزم بتوضيح الرواية، خلاص أعطينا فقط الشاهد، لا نريد كلام علماء، نريد الرواية. أنت قلت حجر عليها كما في الرواية، فأين الحجر في الرواية؟ تفضل جاوبنا. أولا ملزم تأخذ بكلام علمائي بما أنه تدريد من الشيعة، كلام علمائي حجة الآن. طيب علمائي فسروا على أنه حجر. طيب ممتاز ممتاز. يا شيخ أنا أقبل منك، خلاص نقبل منك هذا، على أن تعتذر أن لأنك قلت الرواية تقول بأنه حجر عليها. الآن إما أن تعتذر عن كلامك، وإما أن تعطينا الشاهد من الرواية. تفضل. والله عزيزي، أما إن قرأت علم الرجال والحديث وتفهم عندما نقول الرواية قالت بمعنى الرواية كاملة بمصدرها ومتنها وسندها مع شرح العلماء لها، أما إن لم تقرأ ولم تدرس فهذا يعيب عليك. أين الحجر في الرواية يا شيخ؟ أين الحجر في الرواية؟ أعتذر إلى يوم القيامة. طيب أعطينا كلام المجلسي، أعطينا كلام المجلسي أنه حجر عليه. يلا، يبقى أولا كذب على الرواية، أعطينا كلام المجلسي أنه حجر عليه. لا تلعب معي هذه اللعبة أبداً. أعطينا كلام المجلسي، وإلا فأنت تكذب كما كذبت على أهل البيت، تكذب على المجلسي. أعطينا كلام المجلسي. لا تفضل. لا أبداً. لا نحن الذين نكذب على عائشة، كذبت على. طيب لا 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 لا. شوف يا شيخ لو سمحت. أعطينا كلام المجلسي الذي فيه أن علياً حجر عليها. تفضل. إيه تمام. دقائق. نعم دقائق. إذن ادعى أن الرواية فيها أن علي بن أبي طالب حجر عليها، لما لم يجد قال هذا كلام علمائي. الآن نتغاضى عما ما 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 زعمه على الرواية، ولم يأتي إلا برواية فيها كما رأيتم، أنا لن أفسر من عندي، كما رأيتم نساء عليهن من أجمل ما يكون من الثياب، وعليهن ما أذكر الرواية التيجان أو ما شابه، خلاص والأمر واضح. لكن الآن لم يجد في الرواية أنه حجر عليها فقال كلام علمائي. من قال المجلسي؟ الآن نطالبك بأن تقرأ لنا كلام المجلسي أن علي بن أبي طالب حجر عليه. شيخ ممبر لو عندك تعليق تفضل حتى يأتي بالكلام. أنا ما عندي شيء، هو الرجل يعني فلتات اللسان عندهم سريعة سهلة، لكن كأنه يعني يتكلم عبالة أمام شو اسمه، أمام الشيعة الاثنى عشر، وش ما يتكلم خلاص سمعنا وطاعة. تمام، عندما يقول حجر ما يقال حجر، بل حتى هنالك روايات وأن السيستاني وغيره قال أن علي قد أكرمها كما أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الأمر معروف. فالسيدة عائشة. ولا لا تكذب. لم تكن. تكذب على. اسمع. طيب ممكن يا شيخ بعد إذنك ممكن توضح كلامك بعد ما تأتي بكلام المجلسي لو سمحت. ولا لا تكتب. تأدب لا تكتب. إذا كان الكتم شأنكم ننزل. لا إله إلا الله. ممكن يا شيخ تأتينا بكلام المجلسي لو سمحت؟ يعني إحنا بس لحظة معلش، يعني إحنا مفترض منا، وإحنا الآن البث على اليوتيوب وعلى التيك توك، مفترض منا أن نسكت تماما ولا نتكلم لحد ما حضرتك تبحث عن الرواية؟ ما هو طبيعي جدا سنتكلم، فلو سمحت حتى تأتي بالرواية، لو سمحت حتى تأتي بالرواية تفضل اتكلم واقرأ، حتى تأتي بكلام المجلسي اتفضل اقرأ كلام المجلسي، وعلى العين والرأس نسمعك، لكن دعنا نتكلم.
دعنا نتكلم، هذا بثنا، لا لا لا، هذا بثنا لو سمحت، دعنا نتكلم حتى تأتي بكلام المجلسي، وإلا ف أنوار جزء 40 صفحة 293 بحار الأنوار، تعليق على الرواية عند لحظة، بحار الأنوار أنا الآن سأعرض الكلام على الشاشة. بحار الأنوار، نعم تفضل. بحار الأنوار 46 جزء 46 صفحة 293، طابعة إيه؟ دار الأحياء ولا مؤسسة الوفاء ولا إيه؟ عالمي دوروت، طابعة إيه؟ العالمي؟ نعم. طب اقرأ 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 الكلام، اقرأ الكلام تفضل. أنا بطبعة الإعلامي غير موجودة معي. المجلس يعاد الرواية وهو يقول أن علي بن أبي طالب في هذا المقام وفي هذا الفعل أرجع عائشة ذليلة خاضعة إلى دارها وقد حجر عليها ولم تخرج منذ تلك اللحظة إلى أن أمر علي أن تخرج. وقد حجر عليها. الآن نبحث عن الكلام. طيب الكلام غير موجود في بحار الأنوار على حسب بحثي. الآن أنا أبحث في طبعة بحار الأنوار، طبعة مؤسسة الوفاء. لو كان حسابي يستطيع أن يفتح الكاميرا لفتحت ورأيتك، لكن حسابي لم يكن فيه متابعين. طيب حتى طيب أستطيع طيب أن أفتح طيب الكاميرا. على كل نحن بحثنا عن الكلام الذي ذكره الأستاذ المعمم الشيعي فلم نجده في بحار الأنوار، ومع ذلك نقول هذا شأنه. لحظة لو سمحت، أنت بتقول لي هذا شأنك، الآن بحار الأنوار معانا، هذا النص غير موجود، هذا النص غير موجود، هذا شأنك بالنسبة لك، هذا النص غير موجود، ما وجدناه. هذا مو أنا أعطيتك نص من بحار الأنوار جزء 46 صفحة 293 وقد حجر عليه الأعلمي، طبعا بيروت الأعلمي، تستطيع أن تبحث وتجده، أما أن لم تجده فالخلل في الطبعة اللي عندك أم في بحث جوجل أم عندك، مو عندي. مو لا 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 لا، لا. هذه مكتبة الشيعة يا أستاذ، والله هذه مكتبة الشيعة وليست مكتبتنا. ما عندنا إحنا مكتبة بالجوجل شيعة، يعني مو إنه مو طيب مكتبة الفقهاء مش مكتبة شيعية، مكتبة أهل البيت مش مكتبة شيعية. إحنا ما لنا دخل، هذه طبعات اختلاف طبعات، ابحث ثم طيب تجد. طيب على كل ثواني، أنت قلت طبعة مؤسسة العالمي بحار الأنوار، لحظة خلينا بحار الأنوار، طبعة مؤسسة العالمي الجزء كم؟ 46 العالمي، لحظة مؤسسة العالمي، نعم صفحة 46 لحظة جزء 46 صفحة 293 جزء 46. طيب خلينا شيخ منبر لحد ما جزء 46 46 39 46 السادس الخامس والأربعون والسادس والأربعون، نعم لحظة أنا الآن أحمل الكتاب الصفحة 46 الصفحة كم؟ 293 293 طيب 203. لا انت عملت خبط فيها يا شيخ، لحظة اصبر علينا. ادي يا اخوة 293 صح كده؟ نعم 293 293. طيب بصوا يا اخوة، شوفوا يا اخوة، الله يبارك فيكم، الآن المجلد خلونا نعرضه هنا لحظة لتروا أن هذا الكلام غير موجود كما يقول المعلم. الآن خلينا نعرضه بهذه الطريقة الآن على اليوتيوب، على اليوتيوب طبعة مؤسسة العالمي، لحظة الآن الكتاب والمصدر على اليوتيوب ظاهر على الشاشة. خلينا بس نجيب دي، أيوة ده يا إخوة اقرأوا بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، تأليف العالم العلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي
طبعة منقحة ومزادة بتعليق العلامة الشيخ علي النمازي الشهرودي، المجلد 43. ثواني، أنت قلت 43 ولا 46؟ 46. 46 يعني. طب لحظة، 46. طب أنا نزلت 46، 47. عجيب. طيب مكتوب 46 وفي نفس الوقت يبدو أنه هناك خطأ في الترقيم أو شيء. المجلد 23. الخطأ في الترقيم من المكتبة الشيعية نفسها. طيب أنا سأحمل الكتاب وسأعرض الصفحة إن شاء الله. عموما نكمل شيخ منبر، تفضل. اي نعم نكمل احنا نبحث. انا بحثت طبعا كثيرا ما حصلت، حصلت خلاف ذلك اللي حصلت انه في كل الكتب الشيعيه ان علي يعني عفى عن السيده عائشه في كتب الشيعه طبعا، وانه اكرمها و يعني جعلها مكرمه لمكانتها ومنزلتها، هذا موجود، لكن هو اختار هالعباره هذه وندندن حولها. لكن الان انا اريد شيء استاذي، راح شيخ انت دور وانا راح اتكلم معاه. انا سابحث عن الان. هل السيده عائشه عندما اسمعني، هل اسمع يا شيخ معتز؟ معي شيخ معتز، تسمعنا؟ افتح المايك يا شيخ. تفضل. طيب الشيخ، اي شيء اهم عند السيده فاطمه؟ أن تطالب بفدك، أن تطالب بدم أبيها. تفضل. عيد سؤالك. أي شيء أهم عند السيدة فاطمة، أن تطالب بفدك أم تطالب بدم أبيها؟ أولا السيدة الزهراء صلوات الله عليها ليس لها الحق أن تطالب بوجود ولي الأمر وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لا 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 لا، فالأولى بمطالبة الدم. ماكو ولي أمر. عزيزي عزيزي انتظر، لا تقاطع، احنا ما قاعدين بساحة مهاتفات. اسمع اسمع، إذا كان اسمع اسمع اسمع، كفي هاللعب هذا. إذا كان ولي الأمر هو علي، فلماذا السيدة فاطمة هي التي توكلت وأصبحت ولي أمر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتطالب به؟ لذلك هذه حيدة. أسألك للمرة الثانية، لماذا السيدة فاطمة اسمع يا رجل، لماذا السيدة فاطمة فضلت على أبيها الأرض ولم تجعل أن دم أبيها هو أعلى من تلك الأرض؟ لماذا طالبت ماتت وهي واجدة على أبي بكر ولم تطالب بدم أبيها؟ فما هو الأفضل وما هي المنزلة الكبرى عند فاطمة، فدك أم دم أبيها؟ تفضل لو سمحت. أولا كن مؤدبا في الحوار محترما. لا 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 لا، هذا كلام لا نقبله منك، خلاص هذا كلام لا نقبله منك، واضح الآن. الأدب ليس أنت من تعلمنا كيف نتكلم، واضح. أنت مجرد معمم شيعي، فاحترم نفسك، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا بنتكلم بكل هدوء، فأرجو أن تكون هادئا ولا تتطاول حتى يعني نصل إلى شيء فيه نفع للمتابع على كل، يعني سني أو شيعي أيا كان، نصل لشيء فيه نفع، خلاص. خليك هادي ولا تتطاول حتى نتكلم بهدوء، ممكن؟ الأمر الأول، ما أعرف اسمك يعني يا سني، لا تقاطعون، أما أن تنظم الحوار بهدوء وجيد. هذا ليس من شأنك الآن. أنا أنظم الحوار واستمع استمع للسؤال وأجب عن السؤال. شيخ منبر، أنا أريد أن أسمع منك السؤال مرة ثانية حتى ألزم به الضيف. السؤال أنا سألته، أنا السيدة فاطمة خرجت من أجل فدك، نعم تمام، نعم. أما علي ما خرج، معروف علي، وفدك هي نتاج لأبيها. طيب الآن السؤال، وهذا بديهي يعني مو بالضرورة ولي الأمر إلا يتكلم، تمام، لماذا لم تطالب السيدة فاطمة بدم أبيها وإنما ماتت وهي واجدة من أجل
قطعة أرض، أنا أتمنى أن تكون ماتت وهي واجدة في العقيدة الشيعية من أجل إيش؟ من أجل دم أبيها، لكنها تركت دم أبيها ولم تطالب بذلك. فما هو الشيء المقدم عند السيدة فاطمة إذا عندك هذا صحيح؟ أنا بناء على عقيدتك، فإما أن تقول بأن الأرض وأمور الدنيا عند فاطمة أهم من أبيها رسول الله، أو تقول أن هذه الرواية مكذوبة وباطلة وأن عائشة لم ترتكب شيء رضي الله عنها ولم تقتل النبي. تفضل يا علي مدد. أولا لا تقاطع ما دام راح تقاطع، لا تقاطع. الأمر الثاني، الدم وولي الدم في ذلك الزمان هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، والسيدة الزهراء لا تقول القول ولا تفعل فعل إلا بأمر أمير المؤمنين، فهو ولي أمرها وهو إمامها وخليفتها وخليفة النبي، فالمطالبة تكون للأئمة، وأما السيدة الزهراء كان لها الحق في مطالبتها بفدك. أما قضية دم رسول الله والقصاص وهذا الأمر كان من شأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أما أن تجعل السيدة الزهراء في مطاب إنه من الأعظم عندها، الأعظم عندها هو رسول الله. أما لماذا لم تطالب؟ لأنه هذا من اختصاص أمير المؤمنين. أما مطالبتها بحقها لتفضح القوم وكذبهم ونفاقهم وفسادهم وكفرهم. زين عزيزي، فإياك. لا، كل الزين، كل الزين. يعني أنت الآن اسمعني، يعني السيدة عائشة الآن ما أظهرت أي شيء ولا تكلمت في مسألة أبيها مع أبي بكر أو عمر أو أبي بكر، صح؟ لم تتكلم بهذا الأمر. نعم، لم تتكلم بالخطبة الفدكية المشهورة. تمام تمام، تكلمت عن الإمامة، تكلمت عن علي بن أبي طالب والخطبة وأرض فدك. تمام، لماذا تتكلم نيابة عن ولي الأمر مالها؟ ليش؟ منو قال لك هو نيابة؟ منو قال لك؟ أنت قلت، قلت نيابة لو قلت هي توكل والإمام يأمرها بذلك. أنت قلت الآن، أنت قلت ما، شوف شوف، هو ما يوجد وكالة، ما يوجد وكالة، الوكالة لا توجد. من عند هذه، اسمعني، هو مجرد كلام، هو مجرد كلام. الآن هل هنالك من فلتات لسان السيدة فاطمة أنها طالبت بدم أبيها أو ذكرت شيء؟ ما ذكرت هذا. ليش؟ لأن علي ما إذنها. اسمعني، أصبر، لا تقول فلتات. إياك، هي معصومة. إياك. لا لا، مو معصومة، كانت معصومة ما تنتظر الإذن. فأنا معصومة، إياك أن تقول فلتات نبية وكما يفلت بالكلام. اسمع، أنت قلت ما يا رجل، اسمعني، هو أنت شايف لك معصوم ينتظر الإذن؟ هي أنت قلت ما معصومة، أنت قلت عندما قلت لم يؤذن لها، أي بمعنى حكمت على عدم عصمتها، فأنت اللي طيحت العصمة، أنا ما قلت شيء. غير معصوم، الذي تكلم ونسى القرآن وذكره أبو بكر، نبيك الذي كان يفلت في الكلام ولا يعرف كيف يتكلم. فاطمة عندي معصومة. يا رجل، أنت شو أنت طير العصمة وتذبها علينا. أنت قلت أن علي لم يأثن. المعصوم، اسمعني، المعصوم لا يحتاج الإذن يا أستاذي. المعصوم يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. فأرجوك خلاص، يا غير معصومة، ولا أنا أسألك لماذا السيدة فاطمة لم تطالب بدم أبيها؟ ولم أجبت. لا تعيد السؤال. أنا أجبت. قلت هذا الأمر. اسمعني يا محل العمار. اسمعني. الآن لماذا السيدة فاطمة لم تطالب بدم أبيها؟ ولماذا لم تطلب من علي؟ اسمعني يا أخي، ما يسمعني، والله ما يسمعني. نفس الشيء كلهم. الآن لماذا السيدة فاطمة، أكرر عليك، لم تطالب بدم أبيها اللي هو أفضل من كل شيء، تمام؟ لأنه مسألة دم، اسمع، دم رسول الله هي ما تتعلق بها دم أب وصلة نسب، وإنما دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واجب على كل مسلم، واجب على فاطمة كما هو واجب على من؟ كما هو واجب على علي. فلماذا لم تطالب بدم أبيها من باب أنه رسول الله لا من باب أبيها؟ ولماذا لم تطالب بدم أبيها من باب أنه أبوها قبل أن يكون إيش؟ رسول الله. ولماذا لم تؤمر علي أن يطالب، اسمع، أن يطالب بدم أبيها من أبي بكر؟ هذا الأمر الثالث المهم. يعني أنت هل تتصور أن السيدة عائشة لها من الرغبة ولها من الأمر اللي ممكن، اسمعني، اللي ممكن أن يجعلها تتكلم وتموت وهي واجدة على من؟
على أبي بكر بسبب إيش؟ هل بسبب عدم إقامة الحد على من قتل أبيها؟ لا، وإنما على قطعة أرض. فأنتم الآن تقولون أن السيدة فاطمة هي كانت تبالغ في الطلب وتذهب حتى أنها ماتت وهي واجدة بسبب الأرض، لا بسبب المطالبة بدم رسول الله، ولا أنها أمرت علي أن يطالب، ولا أخذت الإذن، لا علي طالب ولا هي طالبت، ولا طالبت بمعنى أن رسول الله. لذلك أنا أريد أفهم من عندك أنتم، هل السيدة فاطمة أنها عندها القطعة الأرض مقدمة على رسول الله مو أبوها؟ رسول الله تفضل. بس إياك أن تقاطع، إذا قاطعت بحرف لا سمعك كلام ما سمع بحياتك، إياك أن تقاطع بحرف بكلمة. سمعني كلام؟ الأمر الأول علاش سمعني كلام؟ لا تقاطع، لا تقاطع. طيب يا شيخ، يا شيخ، يا شيخ، ممكن 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 يعني ممكن ترتقي بكلامك شوية؟ أستاذ صح النوم، هذا عود معمم، هذا أخواني معمم يقول لي سمعك كلام ما سامعك. يا عزيزي والله والله أنا مؤدب، وخير دليل عندكم رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم بكلام أفضح من ذلك. لا يا مؤدب، أنت المفروض تتكلم بأدب، وإحنا نقول ما شاء الله جانا واحد معمم. أشو المعمم؟ هم يريد يعمم حالة حال العوام، شو تسمعني كلام؟ عموما تفضل عمي، تفضل، يلا تفضل. أنا أدب، دير بالك زين، تفضل عمي، دير بالك. الأمر الأول، الأمر الأول، أنا أسأل سؤال، هو من ولي دم رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يطالب به شرعا؟ من ولي الدم؟ هل البنت تكون ولية للدم؟ منذ متى في شريعة محمد أنه البنت ولية الدم؟ وهذا دلالة على غباء السائل بسؤاله. من ولي لرسول الله؟ لم يكن عنده ولد، أما عمه العباس وهو ولي الدم، عليه من الله ما يستحق، هذا المقصر في حق أمير المؤمنين. والأمر الثاني هو عندنا بالإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين أحق بولي الدم، فهو الأهم، هو الذي يطالب. أما السيدة الزهراء طالبت بحقها المخصوص، دم أبيها لم يكن من حقها المخصوص، الحق المخصوص هذا للعباس وأمير المؤمنين شرعا. أما مطالبتها بفدك لم تكن بحق إلى فدك، لكن أرادت تفضح القوم وتفضح القوم أمام الملأ، وماتت غاضبة واجدة، لا تقول في كتبي، في كتبكم، قبل أن تكون في كتبي، ماتت غاضبة واجدة على أبي بكر وعمر، في كتبك في صحيح البخاري، قبل أن يكون في كتبي. إياك التدليس أمام الملأ. أنا معك، أنا معك، خلص كملت كلامك. يعني غاضبة بسبب موت أبيها، اسمعني، بسبب موت أبيها ولا بسبب فدك؟ ما كملت، لا تقاطع، ما كملت. أصبر. لا هاي نقطة عندي، أنا عندي نقطة عندك بكتبك. عزيزي من أكمل للتمام، من أكمل للتمام، جيب نقاطك ذني اللي ما أدري منين جايبين سوالفين، لا تقاطع. زين ابدا. اما قضيه انه من الاهم، دم اميها ام فدك، لا تربط الامر بالامر، هذا حق شرعي باختصاص شخص، وهذا حق شرعي باختصاصها. لماذا لم تطالب؟ لان الحق هنالك من يطالب به اولى. اما فدك هو حقها الشخصي، اما دم ابيها حق العباس وامير المؤمنين صلوات الله عليه، فلا تربط الامور. اما قضيه العصمه وفلتات الكلام، لا لا خلص يكفي، خلينا بهذا الموضوع، احنا تكلمنا عن العصمه وانتهينا من عندك. بس انا اريد افتهم، اريد اسالك من عندك عقيدتك ونظرتك للسيده فاطمه، هل هي ماتت واجده من اجل الارض ام من اجل وفاه ابيها؟ يعني هنالك ابي بكر وبنت ابي بكر، ابي بكر الصديق وبنته، بنت قتلت النبي وابي بكر اخذ فدك. طيب الان السيده فاطمه ماتت غضبا وواجده على فدك ولا على أبيها؟ دم أبيها، تفضل. عزيزي السيدة الزهراء ماتت غاضبة على أبي بكر وعمر بكل ما فعلوا، من كل ما فعلوا. لا لا لا، هو كذب على فدك، نتكلم على فدك، فدك هذا الحديث على كل ما كل ما من حقها، ما من حقها تغضب وما من حقها تطالب وما من حقها تفعل شيء. أنا سألتك سؤالي محدد، أنت قلت خرجت السيدة فاطمة عن مسألة أبيها، الآن يجب أن تصرح. اسمعني، كن واضح، يجب أن تصرح وتقول بأن السيدة فاطمة قد ماتت ووجدت في قلبها على قطعة أرض سلبت منها، ولم تكن واجدة أو غاضبة من أجل فقدان أو قتل أبيها. تفضل صرح لو سألت. أولا هي ماتت غاضبة على أبي بكر وعمر لكل ما فعلوا،
لكل ما لا 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 ما هاي كل الضاق. انت قلت هاي كل ما فعل انت قلت لا تقاطع. الإشكال أنه يتكلم بلا دليل، يعني هو يتكلم بلا دليل ونريد أن نسلم، يريد منا أن نسلم بكل ما يقوله خلاص بلا دليل. من أجل فدك والمطالبة بفدك، أنت الآن خرجت فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم مطالبة بدم أبيها، تمام؟ لكن إحنا ماشيين معاك على السكة. الآن يجب أن تصرح، اسمعني، يجب أن تصرح وتقول نعم أن السيدة فاطمة رضي الله عنها رضاه أنها عندها من الحزن والأسى وماتت وهي واجدة على قطعة أرض، ولم يكن موتها وحزنها والأسى الذي كانت فيه من أجل دم أبيها. وإذا قلت الجميع يجب عليك أن تأتي بأدلة بأنها كانت تضمن بالطلب بدم أبيها. تمام، أعيد مرة ثانية وإياك أن تقاطع للمرة الأخيرة. نحن نقول على أنه دم رسول الله هو حق شرعي يطالب به من الأهل وأولياء الدم الذين هم أبا العباس عم النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليه. أما قضية فدك حق شخصي طلبت به فاطمة بأمر أمير المؤمنين، قضية غضبها وأوجادها على أبي بكر وعمر عليهم من الله ما يستحقون إلى يوم القيامة وحشرهم مع الذين حشروا من الكفار. خلاص يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، احنا مش شغالين في الخمارة بتاعتكم اللي انتوا بتعيشوا فيها، لو سمحت خليك مؤدب. خلاص قلت عليهم من الله، قلت عليهم من الله ما يستحقون وعديناها لأنهم يستحقون كل خير. خلاص، إنما تقول حشرهم مع الكفار، لا ما نسمح لك، هذا تعدي وتجاوز منك وقلة أدب. خلاص الشيخ منبر، الشيخ منبر، أنا لحظة أنا سأنهي المعمم، لن أنزله المعمم، لن أنزله، أنا سأنهي الحوار بينك وبين هذا المعمم وسأتدخل أنا الآن لو سمحت يا شيخ، لو سمحت الآن سأبين لكم كذب هذا المعمم على كتبه. يقول المجلسي في كتاب بحار الأنوار طبعة الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، الآن سأعرضها على الشاشة. اسمع يا شيخ اسمع، وأنا أريد منك أن تنطق الجزء والصفحة تاني لتعلم أنك تكذب. يلا الآن على الشاشة، هذا 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 مجرد متطاول فلا بد أن يؤدب. الآن هذا بحر، اسمع يا اسمع اسمع، لا أولا ولا ثانيا، لا أنتم مجرد كذبة، اسمع اسمع، هذا بحر الأنوار، هذا بحر الأنوار، اسمع ما تتكلم، بحر الأنوار على الشاشة الآن. لحظة بحر الأنوار، لحظة يا عمي اسمع، أنت ليك عين تتكلم، أصبر أصبر أصبر، ليك عين تتكلم، أصبر أصبر. قال في كتاب بحر الأنوار، الآن بحار الأنوار على هذا مو أنا طيتك نص من بحار الأنوار جزء 46 صفحة 293 وقد حجر عليه الأعلامي، طبعا بيروت الأعلامي، بحار الأنوار على الشاشة، الجامعة لدرر أخبار الأئمة. يا عمي ما تقاطع لو سمحت، أنت خايف ليه؟ خايف نبين كذبك؟ خايف إن احنا نبين الكذب؟ اسمع 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 وخليك هادي، لنبين أنكم أكذب خلق الله في الدنيا. الآن بحار الأنوار، بحار الأنوار، اسكت يا اسكت يا معمم، اسكت اسكت اسكت. والله لعن الله يحكم يا أولاد الناء الزاني. آه شفتم 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 يا أولاد عائشة، عائشة الزاني. آه هذا المعمم، هذا المعمم الخبيث، ابن الخبيثة. صورتك ونصورة ونزلة بلش اسمه. هذا المعمم الخبيث ابن الخبيثة يتكلم بهذا الكلام عن أم المؤمنين. سمعت يا شيعة، نكمل الفضيحة التي للمعمم، نكمل الفضيحة. هو قال بحر الأنوار طبعة الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، خلاص الآن على الشاشة صفحة الجزء المجلد 46 كما هو قال، صفحة 46 الآن على الشاشة، خلاص منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، وهذا هو الكتاب بشحمه ولحمه بكامل بكامل البيانات الكتاب، خلاص على الشاشة الآن. نأتي برقم الصفحة مباشرة التي ذكرها، قال صفحة 293. الآن هذه الصفحة 293، هذا الخبيث ابن الخبيثة سب أم المؤمنين حتى لا يفضح وهو معنا، حتى لا يقول نزلوني، هم نزلوني. يا أيها الخبيث يا ابن الخبيثة، انت واللي رباك على هذا الدين الخبيث. خلاص هذا الآن الكلام على الشاشة، صفحة 293 كما زعم هذا الكذاب الفاجر.
خلاص المعمم الشيعي. هذا الكلام الآن على الشاشة، اقرأوا يا إخوة بالله عليكم، هل تجدون أن المجلسي قال أن أم المؤمنين علي حجر عليها؟ أصلا الكلام بعيد خالص عن الموضوع، الكلام بعيد تماما عن الموضوع. هذا الكذاب ابن الخبيثة يتكلم بكلام كذب ويدلس، ويقول لك في طبعة مؤسسة الأعلامي جزء 46 صفحة 293، هذا الآن على الشاشة. رأيتم كذب المعمم؟ هذا الدجال الأفاك ابن الخبيثة يتكلم عن أم المؤمنين بكلام فاجر، لأنه هو وأهله فجرة ودينه ونرجس والمهدي، مهدي الشيعة محمد بن الحسن العسكري الفاجر الآثم الداعر، محمد بن الحسن العسكري. هذا جزاء لمن ولا وليس جزاء أصلا ولا سواء لمن يتكلم عن أمنا أطهر عرض عرفته الدنيا، عرض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والشيعي العامي اللي مش فاهم حاجة يقول لك احنا ما نسب وما نطعن وما نلعن، عرفتم انه مع الضغط تخرج العقيدة، يخرج هذا يخرج هذه تخرج هذه النجاسات من افواه هؤلاء الانجاس، معمم الشيعة، حمير البشر الشيعة. الله المستعان، هؤلاء معمموا الشيعة، هؤلاء معمموا الشيعة.